منطقة المنيب، واللي شهدت منذ أيام جريمة قتل الطفل أحمد صاحب 15 عام، واللي اتقتل غدر أثناء مروره أمام منزل نسايب. كان في خلافات ما بين نسايب، هو تصادف مروره كان بيلبي طلب مامته إن هو يجيب طلبات من عند خالته، ولكن أثناء مروره أمام المنزل اتضرب في النار في راسه وتوفي في الحال. ده بسبب كان في خلافات نسايب، واللي امتدت يعني كانت قبلها بيوم. الخلافات ديت في نفس يوم الواقعة اللي اتضرب فيها احمد بالنار. ممكن حضرتك تقول لنا ايه التفاصيل؟ انت عرفت خبر وفاته وكنت بتقولي بوست على النت؟ بوست. عرفت ازاي؟ او هو كان نازل اصلا، انت بتقولي كان رايح يجيب طلبات من خالته صح كده؟ كان رايح يجيب حاجه من خالته، قلت له هات لي حاجه من خالته، كنت عشينا ومفيش اي حاجه، ونزلنا نزل سته ووالده ومرات عمه وعمته، كان كلهم قاعدين تحت مفيش اي حاجه، وقعد يصدر معاهم يعني كان عادي، ما كانش فيه اي حاجه يعني، ونزل عاد يصدر معاهم. بعد كده قالوا لي ده كان بيرش عنا ميه وكان بيلعب معانا، وما كانش فيه اي حاجه يعني، ان هو يعني اقول الحمد لله على كل حاجة. انت طلع بره ورجع وقابل والده بيقول له انت كنت فين؟ او يقول له بيهزر معايا. اخر مره كلم ابوه فيها بيقول له انت كنت فين؟ قال له انا ما ردش عليه وبصت له ضحك. ابوه بيقول له انت كنت فين؟ يعني ضحك. بس خرج بره قابل عمته، كان بيسأل على عمته اليوم ده كله، عمته دي فين يا امي؟ بيقول عمتي دي، وبيسأل مرات عمي، عمتي مش نازله، عمته صغيره وما فيش اي حاجه يعني. لا عمته بره اللي بيسأل عليها سلم عليها، وطبعا راح يجيب حاجه ديت من هناك، لا النار جاي من كل مكان، هو ما عرفش يتصرف، جري. ناس بقى بتقول لي وقع وخد رصاصه كامله، وناس بتقول لي امبارح ده كان واقف وكان بيضربها في واحد وجت فيه. أنا بتقول هو كان انت طلبت منه يجيب طلبات من عند خالته، بس هو ما كان رايح بقى وده اللي حصل يعني. وجم بقى بعد كده ما فيش اي حاجه. انا بعد ما نزل في الوقت ده جوزي طبعا نزل يحكي، ابو جه هو ده بقى. انا كنت نسيت ان حاجه اسمها عند احمد، والله بامانه يعني كنت ناسي عندي حد اسمه احمد، ما اعرفش ايه اللي نستني في الوقت ده. من الساعه 11 من نزل عندي سته، انا ما اعرفش خرج امتى، الخناقه بدات امتى بالظبط، من ساعه ما نزل من عند سته لغايه ما انا قلت الجزء الجاي يا دوبك خلع الهدوم من داخل الشطف، وانا قريت على البوست، فتحت النت لقيت البوست ده، هو سطر يا دوبك. البوست ده مكتوب فيه ايه؟ مكتوب كان فيه خناقه في شارع انوار، وكان فيه طفل ما قالوش عنده 15 سنه ولا قالوا مواصفات بالظبط، ما حدش قال مواصفات بالظبط في البوست، ما كانش قالوا ده عنده من 8 سنين ل 10 سنين، هو لابس تيشرت احمر وشورت زيتي او رصاص، وهو ابني ما كانش لابس كده، انا ابني كان لابس تيشرت اصفر وكان لابس شورت زيتي. طبعا قلت لجوزي انا قوم، قال لي قلت له قوم، قال لي ايه في ايه؟ قلت له قوم ده احمد ابني، احمد شكله المصاب، وما قالوش مصاب، ما قالوش ميت، بس انا كنت حاسه انه بس. وكانت نفس المواصفات اللي كانت موجوده في البوست؟ هو لا ما كانتش نفس المواصفات. قال لي يا بنتي ايه شعرتك؟ محدش. قلت له والله ابني، ابنك اللي في المستشفى، من غير تفاهم حتى نزل سال في الخناقه نفسه هو، ويعني ما اعرفش باي باي يقول لي كل اللي حصل ايه، عشان ما اقولش بقول حاجه ما اتقالتش. شفناه حضرتك والد الدكتور احمد، في ناس قاعده احنا شفناه في الشارع، او في ناس قاعده شفناه، وانا استغربت وقلبي كني يعني، حسيت ان في حاجه غلط، حسيت ان في حاجه غلط، وايه قلت لا لازم اطمن. فمشيت كده في نص الشارع، واحد نزل عليا شاف الصوره بتاعته اللي هو شافه، عارفه يعني ان هو ابني، قال ايه ده يا ربنا ما نخش هون، ايه ده يا ربنا ما نخش هون. لا حضرتك بعد ما سمعت كلام والدته ان هو ممكن يكون هو انت نازل يعني لسه؟ انا نزلت انا اشوف الدنيا ماشيه ازاي، واشوف اللي هو اللي مش هو، طبعا الناس اللي هناك. وقت ما كتب ام احمد قلت لها انزلي هنروح ام مصر، كنت انا لابسه يعني، كانت لابسه وجاتها نزلت. بعد ما ركبنا التوك توك خلاص احنا عرفنا، بعد ما ركبنا التوك توك قلنا ده هو ابننا، وحتى وشه الناحيه الثانيه كده بيعيط، وانا بتصوت في التوك توك، حتى قلت قال لي قلت رن على عمه، طب رن على عمه، قال لي طب استني، قال لي طب اهدي، حتى بتاع التوك توك عمال يقول لي يا ست اهدي انت بتفولي على ابنك ليه؟ قلت له اقسم بالله ده ابني، انا حاسه ان ده ابني، عامل لي اصبري عمه، قال له يا عم انا دخلت شفته مش هو،
يعني هو عمه كان هناك بس ما عرفش ان ابن اخوه جوه في المستشفى كان مع صاحبه. يا علاقته بيكي كانت ايه لدرجه علاقته؟ لا ده حاجه تاني. احمد ابني احمد ده كان مش عايز اقول لك حاجه تاني، كل حاجه كان احمد كان بر بيكي جدا، بر بابوه بعماته بكل حد مش انا بس، بالدنيا كلها كان اي حاجه على قد كده يعني، كان بيحب الكل واسال اي حد عليه كان يقول لك احمد ايه. ربنا يصبر قلبك. بس حضرتك والدك والد الطفل احمد انت ما قلتيش انك تعرفي اصلا الناس دي اللي هم لا ما اعرفش بجد، ما اعرفش اشكال، ما اعرفش اساميهم يعني اللي هو اسم دوت ولا ده يعني ما اعرف اللي هو حتى لو شفتهم مره ما اعرفش اشكالهم. احنا هنا معانا احد الشهود على الواقعه ولحظه ضرب النار على احمد. احنا معانا هنا حضرتك ممكن تقول لنا كنت واقف وقت ارتكاب الجريمه صح؟ لا فانا سمعت صوت ضرب شماريخ وضرب ازازه طوب، فنزلت من بيت لقيت الطرفين بيتخانقوا مع بعض وبيحددوا ضرب ازازه طوب، كان في ضرب نار من طرف تاني من الطرف التاني. الناس اللي كانت واقفه بقى طبعا اللي اتعور واللي جه في بيبي واللي وقع، ناس كتيره وقعت في الحوار ده وفي اللي اتصابوا وفي المستشفى. ده هم متعودين على الخلفيات دي في المنطقه يعني ولا لا؟ هم اول مره يتخانقوا مع بعض. هم نسايب اساسا يعني ما بينهم عيال من بعض، فاول مره الموضوع ده هم يعملوه مع بعض. حضرتك قلت ان الخلافات دي كانت قبلها بيوم كمان. بس كانت بسيطه مش يعني كانت مشاده كلاميه بس يعني، كان لما كانوا اساسا هيقعدوا يتصالحوا مع بعض. فالموضوع طبعا لما اتطور شدوا مع بعض، ده مع ناس وده مع ناس، وحصل بقى ضرب ازاز وشماريخ وطوب. حضرتك هم الطرفين حصل ضرب ازاز وطوب بعد كده وشماريخ وكده، قعدت بتاع حوالي ساعه الا ربع شغاله. طب مفيش حد بلغ البوليس او؟ لا كله بلغ، مفيش حد ما بلغش، المنطقه كلها كانت بتبلغ. في طرف بقى ضرب شماريخ وضرب نار في وسط الشماريخ دي، الناس مره واحده على الناصيه لقينا اللي بيقع ولقينا اللي اتصاب. ما اعرفش بقى اللي جري واللي وقف. ده كانوا بيمثلوا فيلم ابراهيم الابيض يعني. يعني بصراحه كانت حرب، مش ما كانتش خناقه، كانت حرب. ناس اتضرت في كتير يعني، في بتاع حوالي في ناس اتصابت ما راحتش من القصر، راحت في مستشفيات خاصه، وفي ناس راحت القصر. وفي واحد في المستشفى هو محدش عارف مصيره، بيقول ان هو عمي. وفي طفل احمد ده يبقى ابن خالي ده اتوفى، واللي ابن خالي تاني جه فيه برضه بيلي في صدره. الناس كتير اتضرت يعني، ما كانتش تعرف الناس تحت بيوتها، والاطفال اتخضت والحريم والدنيا يعني. اول مره يحصل موضوع زي كده يعني في المنطقه يعني زي كده، حرام يعني، ما يرضيش ربنا يعني. يا ريت الحكومه تتخذ اجراءاتها في المواضيع دي يعني. طب حضرتك اللي عمل كده يعني وتحاكمه، حضرتك تحاكمه اكيد عشان ما يكررش كده تاني. احنا بس قول لنا الطفل احمد حضرتك تعرفه او تقربه له؟ اقرب له يبقى ابن خالي. انت شفته اول ما ضرب بالنار انت اللي بلغت والده ولا هي مامته قالت لها؟ كانوا بيدوروا عليه محدش عرف. لا مش بندور. هو بعد الخناقه قالوا ان ابن مش لاقيينه، بعد الخناقه كان راح يجيب حاجه لامه، فطبعا ما جاش الخبر غير بعدها يجيب. ما كانش هو كان راح يجيب طلب، ما كانش مشكله، هو بعيد عن المشكله خالص. هو والدته بعد تجيب طلبات للبيت. طيب في احنا معانا هنا شاهد تاني بس هي مش حابه تظهر بوشها، انت ممكن تقول لنا بتقول الخلافات دي كانت قبلها بيوم؟ طيب ايه سبب الخلافات او الخلافات؟ انتوا متعودين، هم متعودين على الخلافات ديت في المنطقه وان هم يستخدموا اسلحه لا مفيش الكلام ده، هم ممكن يتخانقوا ممكن كذلك، ممكن مطاوي، ممكن شماريخ، ممكن شماريخ، ممكن مطاوي كذلك، ممكن ده كله. لكن بالنسبه لضرب النار ده، ضرب النار اول مره ان هو يظهر في خناقه زي كده، عشان كده كمان قلب الدنيا سواء موت احمد او غيره. بس هو يعني انت ازاي مثلا ان انت تبقى في خلافات بينك وبين مراتك، ان انت تجيب ناس من الصعيد دي كانت خلافات ما بينهم، ان انت تموت حد او تضرب حد او حتى لو ايه، حتى لو مع حد غريب مش شرط نسايبك. يعني دوت مات دلوقتي احنا عايزين حقه، هنجيبه منين؟ هندور على اللي مشوا في الصعيد ولا انت اللي محبوس جوه؟ هنجيبه منين؟ ما انت خلاص انت امنت وعملت اللي عملته وخلاص اهلك خدتهم ومشيتهم، مين اللي شال الطرف الثاني؟ والطرف الثاني اللي كان قاعد على باترينه سجاير وبيشوف اكل عيشه هو دلوقتي اللي شال كل حاجه. ده ضحيه ثانيه، ضحيه ثانيه في الواقع. يعني
يعني دوت كف ايده مقطوع، ربنا كرمه ان هو ربنا هداه وقاعد على بترين السجاير وشغال، ان انت تجيب جنيه لعيالك، ما الاثنين يتحاسبوا على ضرب النار، الاثنين يتحاسبوا. محدش قال حاجه، محدش قال ان هو محدش يتحاسب، وما بقولش حد يتحاسب، ده طرف وده طرف. انا بقول لحضرتك بنتكلم على الاثنين، هما الاثنين، لا هما او غيرهم. وبعدين معلش هو لو ما فيش حد يعني انتوا بس بتقولوا ان الواقعه دي بقالها يعني من قبلها بيوم هما بيتخانقوا، الواقعه من قبلها بيوم. طب انتوا ليه ما حاولتوش ان انتوا تبلغوا عنه مثلا، تبلغوا ان في مشكله؟ ما هو الواقع كلام مش خناقه، ان حد يبلغ ولا حد عمل، واي حد بيبقى متخانق من التاني بيهدد انا هعمل وهعمل وهعمل، ما بيعملش. بس انتوا مشفتوش منهم قبل كده؟ لا ما حدش شاف لا من الطرف ده ولا من الطرف ده خناقه بالشكل ده قبل كده، ولا ضرب نار ولا اي حاجه. اول مره يتخانقوا مع بعض اساسا الطرفين، اول مره ان هم يعملوا كده. دول انا سايب المشاكل اللي بينهم بيرجعوا تاني يتراضوا، اصل ده في بينهم عيال ودم.